من ضمن الاسئله، اعمل ايه مع وليه امر عاوزاني ادي ابنها دراسات وعربي وانجليزي؟ عماله اقول لها انا بدي دراسات بس عشان ده تخصصه، وهي راكبه دماغها. لا يا مستر، عاوزك تدي ابني الثلاث مواد. المضحك ان عاوزك تديني 130 جنيه كل شهر للثلاث مواد. اي مكان لو هيتدي لك حتى 1000 جنيه، من المهم جدا انك تعرف بان المدرس بتاع كله بيخسر كتير، بيخسر بانه مش متخصص في ماده واحده، بيخسر كتير بانه بيخرج بره التخصص بتاعه فبيفقد حاجات كتيره. فخلي بالك انت هنا بتتضرر. انت ممكن في الاول تمام واخد الفلوس، ولكن الولد هتلاقي انه بيجيب في العربي وفي الانجليزي درجات منخفضه جدا لانك مش متخصص ومش عارف توصل المعلومه، فهتضرب سمعتك. فنصيحتي لا، ومش لازم تقول لها والله يا ستي والله يعني، لا قول لها، اتكلم بشكل واضح، يا استاذه يا ام اسلام مثلا، مع احترامي لحضرتك، ولكن انا متخصص في الدراسات العليا او الدراسات عفوا الاجتماعيه، ومش بدي عربي او انجليزي، واعتذر لحضرتك على هذا الموضوع. بس خلاص اتقطع الموضوع بدون هلك كتير. طب هتديني كام؟ طب يعني افكر، اقطع.